قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منذر عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير I'm gonna go to the next one.
قال الله إني منزلها عليكم. السلام. الله أكبر. قال الله إني منزل عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك قال سبحانك وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. الله أكبر.
أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني إن
كنت قلته فقد علمت. أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عباد. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير